السلام عليكم. ما مضى غير ايام قليلة على اطلاق شاومي لجهازها المتوحش المي 11 العادي، واللي ما بيشي عادي بس اسمه بصراحة، لكن بدت من اليوم التسريبات عن النسخة الاقوى او البرو من المي 11، واللي فاجأت شاومي كل العالم وابقته مخفي عن العيون واجلت اطلاقه الى شهر شباط او اذار القادم. لكن احنا بقناة تك تايم مثل ما متعودين علينا دائما ما نبقي شي ما نخلي بين ايديكم في عالم التقنية. مرحبا، انا حسن من قناة تك تايم، واهلا بكم بالتسريبات الاولى عن المي 11 برو. ظلوا يعني مثل ما تشوفون بهذه الصور الجديدة المسربة، بيت الكاميرات في المي 11 برو مختلف وعملاق حرفيا عن كل شيء شايفيه بأي تليفون، وراح يكون عندنا لونين جديدة تماما للمي 11 برو، هي الأبيض السيراميكي والأزرق أو الفيروزي المتدرج. بما انه شاومي مثل ما شفتوا بالصور مو له اهتمام كبير للكاميرات بالمي 11 برو، فهنا نتوقع انه راح يكون واحد من اهم الفوارق ما بين المي 11 والمي 11 برو، لان النسخه المحترفه او البرو راح تحتوي اربع كاميرات بظهر التليفون ومو ثلاث كاميرات. الكاميرا المميزه هنا هي عدسه تليفوتو بيروسكوبيك زوم ب 120 اكس زوم رقمي و10 مرات زوم بصري. اما العدسه الاساسيه فهي نفسها بقوه 108 ميجا بكسل بمتحسس سامسونج الاحدث الاتش ام 3، وعدسه تليفوتو عادية بقوة 3X وعدسة وايد أو واسعة بقوة 16 ميجا بكسل وبزاوية توصل إلى 120 درجة. لكن حركات المي 11 برو ما خلصت لحد الآن، وانتظروا كملوا وياي الفيديو راح تجيك مفاجآت بعد أكثر. كل التسريبات تتأكد انه الشاشة بالنسخة البرو راح تكون بنفس مواصفات شاشة بالمي 11 العادي. طبعا هذه الشاشة ما بها اي شيء قاصر، وهي بالحقيقة من الافضل، وتم اختيارها بحسب مؤسسة ديسبلاي ميت العالمية كشاشة من طراز اي بلس، ومواصفاتها كالآتي: مقاسها 6.81% من الانج من نوع الاوليد، تدعم تقنية التيم بيت كلر، يعني تقدر تعرض اكثر من مليار تدرج لوني، دقة العرض عند 2K وبتردد 120 هرتز، واعلى تردد لمس بالتاريخ عند 480 هرتز، وإضاءة ممتازة توصل إلى 1500 نتس. هذه مواصفات تاريخية وأرقام قياسية، بس ما خلصت لحد الآن، لأن أكو بعد حركات بالشاشة أهم من هذه كلها مضمنتها شاومي. الأولى هي الطيف اللون الأدق DCI-P3 Color قامت عند 100%، sRGB أو الطيف اللون الثاني الأدق عند 133%، تقنية MEMC وتقنية تحويل المحتوى العادي إلى محتوى HDR. أيضا عندك الأوفر سكيل للمحتوى اللي بجودة أقل من 2K إلى دقة 2K حتى يتوالم ويا الشاشة الرهيبة الموجودة بالجهاز. طبقة حماية من الطراز الأحدث الفيكتس من الجيل السابع من كورنينج، هذه الأقوى والأكثر صلابة ومقاومة للخدوش. طبعا بحسب اخر الاخبار انه النسخة الاقوى من معالج كوالكوم الاحدث 888 وهي السناب دراجون 888 بلس، قد واعيد واكرر قد تكون جاهزة قريبا وبزيادة بالاداء بمعدل 10% عن النسخة العادية. المي 11 برو راح يجي برامين من الطراز الخامس الاحدث LPDDR5 وبسعة واحدة او سعتين، هي اما 12 او 16 جيجا بايت، والذاكرة UFS 3.1 وبسعتين 128 او 256 جيجا بايت. هنا الأخبار كلها ترجح بطارية عملاقة بسعة 5200 ملي أمبير، لكن وخلي بالك ويا لكن، شحن خارق مثل موجود بال 200 ألترا بقدرة ال 120 واط، شحن لاسلكي خارق أيضا بقدرة ال 55 واط، وشحن عكسي لاسلكي بقدرة ال 10 واط، وتقدر تشحن عكسي عن طريق ال UTG وبقدرة ال 9 واط. لكن مع الأسف شاومي كانت أول اللاحقين بركب أبل بإزالة الشاحنة من علبة الجهاز، وهذا الترند راح تستمر به باقي الشركات في عالم الأندرويد في 2021 شركة ورا شركة. لعنة أبل لابد أن تصيب الجميع، هذا شيء مفروغ منه مع الأسف آخر السنين. طبعا رغم انه اني استبعد هذه الحركة جدا، لكن واردة جدا بحسب آخر التسريبات عن المي 11 برو اللي تأكد انه شاومي تريد ان تميزه وتجعله جهاز احترافي اغلب كثير من المي 11 العادي. لكن عدة مصادر رجحت سعر يبدي من $799 امريكي لنسخة البرو الاقل ب 12128 جيجا. انا عن نفسي بصراحة اصدقائي انتظر المي 11 برو بفارغ الصبر، لان راح يسحق كل منافسي خصوصا في عالم الاندرويد. اصدقائي هذا كان كل ما عندنا لهذا اليوم، ونشوفكم بالفيديو الجاي في امان الله.